من فترة يا نور في عندي حالة بتخليني ارتاح نفسيا، هي بس يكون عندي فحص، بس يكون عندي ضغط عمل، برجع على يوتيوب بفتح هيك مسلسل سوري قديم وبقعد بشوفه. ومين مننا ما بيعرف هومي هون وبيتي هون، هذا المسلسل يلي كان فيه كتير ذكريات، قلنا فيه نوستالجيا قوية، اخراج الاستاذ النجم باسم ياخر، كتير هي الاماكن يلي بقيت لحد الان موجودة وبتعني لنا الكتير، أماكن تصور فيها مسلسلات كانت بيوم من الأيام قريبة من قلوبنا وبتحكي عنا وشكلت جزء من ذكرياتنا القديمة. مثل ما حكيت بعدنا لليوم كل ما نعرض عمل من هالأعمال الدرامية السورية بنرجع بذاكرتنا للخلف، لمكان تصويرها، لكل بيت، لكل زاوية ولحكاياتها، لحتى للزمان اللي كنا فيه، لمة العيلة، كيف نقعد نستنى كل حلقة بحلقتها لحتى نعرف شو عم بيصير. صحيح ذكرياتنا اليوم أخذتنا لبيت كيوان، البيت يلي تصور فيه المسلسل الكوميدي هومي هون، لحتى يكون مضى على عرض هذا المسلسل 20 سنة تماماً. 2004 السنة يلي نعرض فيها حكاية عائلة هيك أخذونا معهم بعاداتهم وتقاليدهم يلي كانت بحكاياتها قريبة من كل مشاهد عم يتابعها. خلونا سوا نشوف بيت كيوان بهذا التقرير. اليوم الحنين أخذنا معه لأكثر مكان دافي، حسينا معه بجو العيلة، عشنا معهم الفرح والزعل وتفاصيل العيلة وحكاياتها، العيلة بعاداتها وتقاليدها بكل طقوس يومها. هومي هون الحكاية اللي قدمتها الدراما السورية قبل 20 سنة من هلأ، وقدرت تجمع بين الحكاية البسيطة وبين التفاصيل الدافية يلي شفناها ببيت هاي العيلة، ورسم هذا المسلسل بكثير من الأحيان الابتسامة على وجه المشاهد. ظل هذا البيت بمحتوياته من أصغر التفاصيل لأكبرها محفور بذاكرة الناس، من الألوان للديكور للحوارات للشخصيات يلي أدت دورها بكل حرفية وتركوا بصمتهم بذاكرتنا لحد هاي اللحظة. لليوم بعده هذا البيت بمكانه وبنفس الروح يلي شفناها بعام 2004. عائلة الأغباشي بكل أفرادها، من النجمتين سلمى ومها المصري والراقية شكران مرتجى، لكل يلي كانوا جزء من عمل بيشبهنا لحد كبير. شكرا للنجم باسم ياخر بتجربته الإخراجية لاختياره هذا المكان الرائع بكل تفاصيله يلي ترك بقلوبنا ذكرى مستحيل ننساها.